السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة السابعة About Medication Misadventure. طبعا عارفين ايش معنى Medication Misadventure، هي الأخطاء الدوائية والمخاطر الدوائية التي تحدث بسبب الأثار الجانبية للدواء، سواء من المولكيول نفسه أو من الخطأ البشري. حنتكلم عن Medication Misadventure، تنقسم إلى قسمين: Adverse Drug Reaction و Medication Errors، وحنتكلم عنهم بطريقة إن شاء الله سهلة وقريبة ومحببة للنفس. طبعا Adverse Drug Reaction تعريفه حسب الـ World Health Organization هو Any Noxious Unintended Action، أي Action مؤذي ما نبغاه. عمر الـ Adverse Drug Reaction ما يكون Action مرغوب أبدا. Which occurs at doses normally used for men for prophylaxis, diagnosis or therapy of a disease or modification of physiological function. إذن هو عبارة عن الأثر الغير مرغوب أبدا أو الأثر المؤذي الذي يصدر عند إعطاء العلاج للمريض بالجرعة العلاجية الطبيعية، ليست بالجرعة المتجاوزة. Okay. طيب Adverse Drug Reaction يعرف حسب السعودي FDA هو response أو استجابة to a medicine which is noxious and unintended، تقريبا زي World Health Organization زي تعريفهم، and which occurs at doses normally used in men. ببساطة هي عبارة عن الاستجابة لعلاج، تعتبر استجابة مؤذية وغير مرغوبة عندما يعطى العلاج بجرعة طبيعية في الرجل أو في البشر. الـ SHP عرفت الـ Adverse Drug Reaction هو عبارة عن Any Unexpected, Unintended, Undesired or Excessive Response to a Drug that includes، هو أي استجابة غير مرغوبة، غير مطلوبة، غير أو مبالغ فيها وغير متوقعة لدواء، وتتطلب تستدعي هذه الاستجابة التوقف عن الدواء أو تغيير العلاج نفسه أو modifying dose، تقليل أو زيادة الجرعة أو whatever. necessitate admission to the hospital، قد تتطلب تنويم المريض في المستشفى، أو prolong stay in healthcare facility، أو المريض already موجود في المستشفى لأن أعطينا الدواء طول قعدت في المستشفى، أو قد يستدعي أن نعطيه supportive treatment بسبب هذا الأثر اللي ظهر، أو قد تضاعف من وتعقد حالة التشخيصية، الحالة التشخيصية التي لديه، أو قد تؤثر سلبيا على نتائج علاج المريض، أو تؤدي إلى إعاقة دائمة أو مؤقتة لدى المريض، أو قد تؤدي إلى الوفاة. بالنسبة للسعودي FDA تقول هي كل أثر قد يتطلب adverse drug reaction that might be related to use of medicine, vaccine, herbal product or cosmetics، هو أي adverse reaction، adverse تعني عكسي، يعني أبدا غير مرغوب، adverse reaction that قد يحدث كان ردة فعل لعلاج، لقاح أو أي منتج عشبي أو حتى منتج تجميلي. كل النتائج المتوقعة والتفاعلات المتوقعة للعلاجات الجديدة حتى الآثار البسيطة برضو نعتبره نوكشيس. أي أثر يعتبر سيريس أو غير متوقع لعلاج معروف جيدا، يعني في مثلا بعض العلاجات تأخذها فترة طويلة وأوكي، لكن يجي يأخذها واحد تظهر عنده أثر ما كنت تظهر عند غيره. أنا increase in frequency of given reaction، مثلا أنا متعود لما أخذ الليزيربري تجيني كحة مرتين مثلا في اليوم، لكن لما أخذت وصلت الكحة 10 مرات في اليوم، هذه مثلا. All suspected adverse drug reaction associated with drug food or drug herb or food supplement interaction، أي شيء من التفاعلات هذه اللي تكون إما مع الغذاء أو مع العشبة أو مع مكونات الدواء الأخرى. Or reaction in special population، أي تفاعلات في فئة معينة من الناس مثل الحامل، مثل المرضعة، مثل كبار السن، مثل الأطفال. When suspected adverse drug reaction are associated with drug withdrawal، يعني مثلا في أحد يأخذ علاج وفجأة بس وقفه صار يحس بأثار معينة، هذا بيعتبره adverse drug reaction. Any other situation where you believe it needs to be reported، أو أي situation تعتقد أنه أنت كصيدلي تحتاج تراقب المريض بسبب ظهور هذا الأثر عليه.
طبعا adverse drug reaction form حقت وزارة الصحة عندنا نوعين، عندنا حقت وزارة الصحة كويس انكم تعرفوها بالضبط، هي اعتقد انتم تبع لوزارة الصحة المنطقة حقتكم، المهم يعني فهذه هي عادة يكون فيها اسم المستشفى ومكتوب adverse drug reaction form anonymous، يعني غير مذكور اسم الشخص اللي ذكر ال adverse drug reaction، يكتب بيش اسم المريض، هذا شيء اختياري، طوله وزنه وإلى آخره، هذه معلومات المريض، تشخيصه، الميديكال هيستوري حقه القديم والأليرجيز والدراج نيم اللي احنا نتوقع نسبب الآثار الجانبية، الجرعة، الفريكونسي، المانيفاكتشر والباتش نمبر، لازم نكتب باتش نمبر لأنه احتمال بس الأدفيرس الأكشن مع هذا الباتش مع غيره لا، الاكسبيري ديت، هل دواء اكسبيرد ما اكسبيرد، مانيفاكتشرر، هل هو جينريك هل هو براند، دراج ستارتد متى وستوب متى عشان ما نظلم الدواء، نعرف بالضبط هل الرياكشن ظهر معاه ولا بعد ولا لا، مع انه في بعض الادويه تعطيك ليت ادفيرس دراج رياكشن بعد ما توقفيها زي الكربامازيبين، انديكيشن فور يوز، احتمال الدواء مستخدم لا انديكيشن خطا، كل هذه لازم انها تتدون. بعدين الادويه الاخرى لانه احتمال تكون انت متهم دواء معين لكل سبب ادويه اخرى، فذاتس واي يو هاف تو دوكيومنت ات. ريليفنت لابوراتوري داتا، دايجنوستيك ايميجينج ولا بايوبسي ولا وات ايفر انعمل بسبب الادفيرس دراج رياكشن. هنا نصف الاثر الجانبي بالضبط 1 2 3، ونيجي نتكلم عن ال الاثار الجانبيه، هذا بسموه نارانجو سكيل اسسمنت او جزء من نارانجو سكيل اسسمنت. نيجي نكتب is the, did the adverse event appear after the suspect drug was administered, did the adverse reaction stop after stopping the drug، وهكذا نجاوب على هذه الأسئلة. إذا كانت الإجابة نعم فما هي الأسباب، هل هناك هل هناك سبب آخر غير الدواء احتمال أن تسبب، إذا كنت تعتقد أن نعم هناك سبب آخر فأذكر الأسباب لماذا تعتقد أنه قد يكون السبب. طبعا adverse drug reaction form عادة يكتب فيها الأعراض المصاحبة لتناول العلاج على جميع الأجهزة، التغيير في الخطة العلاجية، هل تم إيقاف الدواء، هل تم تخفيف الجرعة وإلى آخره، علاج الأثر الجانبي، هل يتطلب علاج أو لا يتطلب، الإجراء الذي تم اتخاذه، هل تم توثيقه أو لم يتم توثيقه في سجل المريض، كل هذه الأسئلة يجب أن تجاوب. بعدين بعد كذا تصنيف شدة الأثر الجانبي، هل طبعا هذا إكمال النارانجو سكيل، إذا كان حسب السكورينج اللي كان هنا مفروض إن نسويه، فحنشوف هنا إذا كان أكثر من 9 فهو ديفينيت أدفيرس دراج رياكشن بسبب هذا الدواء، إذا هو من 5 إلى 8 فهو probable أدفيرس دراج رياكشن، 1 إلى 4 possible أو doubtful. إيش فائدة النارانجو سكيل؟ افرض أنا عندي علاج جبته أبغى أحطه في المستشفى هذا، وجات الشركة اللي كان علاجها الأول موجود ضايقت، فراحت قالت للنيرسات بطريقة معينة يا ريت أي أحد يأخذ هذا المريض يسجله adverse drug reaction، فلو ما تحققنا إنه منه حنتهم الدواء بالخطأ وحنطلع من المستشفى بسبب أسباب غير قانونية قد تكون. فلذلك هذا النارانجو سكيل هو مفيد جدا، أول سؤال في النارانجو سكيل هل في شيء في الليتريتشر يدعم كلامك، لذلك نقول لما يظهر عندنا أي كيس ريبورت نسجلها، لأنه قد يكون هذا يدعم كيس ريبورت ثاني حصل في مكان ثاني، مثلا اتصل فيه طبيب يقول والله أنا أعطيت البيشنت هذا وارفرين صار شعره أخضر، فهل في شيء في الليتريتشر يقول كذا؟ أدور 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 يقول والله يا دكتور في كيس واحدة في البرازيل أعطوه صار شعره أخضر، ها فالدكتور وقتها يرتاح يقول إيه ما اخترعت أنا شيء من راسي، لأنه احتمال يكون في كيسات كثيرة بس إنه ما أحد سوى لها ريبورتينج، that's why we have to report. بعدين لما نشوف الريبورت او الكيس ريبورت صارت كثيره يصير هذا الشيء يتسجل ويتوثق انه ادفيرس دراج رياكشن حق الدواء. في معلومه ابغى اقول لكم اياها، كثير من الناس تخلط بين ادفيرس دراج رياكشن سايد افكت، الادفيرس دراج رياكشن هو افري ان وونتد افكت، عمرنا ما نبغاه باي حال من الاحوال، لكن السايد افكت قد يكون انذر ثيرابيوتيك افكت للميديكيشن ايذر ليبلد ولا ان ليبلد يستفاد منه. مثلا عندنا البروزاك يستخدم فور ديبريشن كسايد افكت له يسد الشهيه فيستخدمه الاسمان عشان ينحفه، قد يكون الشخص اللي عنده دبرشن نحيف اصلا فلما اعطيه بروزاك يزيد النحف عنده، هذا بالنسبه له ما يبغى تاثير ما يبغى، لكنه بالنسبه لاخرين قد يكون مفيد، فطالما انه الاثر هذا قد يكون مفيد لفئه ثانيه معناته هذا ما هو ادفيرس دراج رياكشن. الادفيرس دراج رياكشن قلنا مضر لجميع الفئات، مثلا لو تذكروا الفياجرا، الفياجرا اول ما اخترعت في البلمونري هايبرتنشن كانت
هم يستخدموها لقوا تحسن الريكتال ديس فانكشن، صاروا يستخدموها فور اتس سايد افكت الادفيرس دراج اللي هو سوري فور اتس سايد افكت اللي هو الريكتال ديس فانكشن. لاقي الليريكا او المخترعات فور ابيليبسي لقوا انها تحسن التروية الدموية في الاطراف، صاروا يستخدموها فور اتس سايد افكت اللي هو بريفرن نيوروباثي. ف واحيانا السايد افكت هذا يدرس 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 لغايه ما هيئه الغذاء والدواء تعترف فيه كابروفد انديكيشن لهذا الدواء، فالسايد افكت قد يكون اثر مرغوب للعلاج. طبعا في البعض يقول لك انا ادفيرس دراج رياكشن ما ابغى اسوي له ريبورتنج الا اذا كان شيء نادر، بس شيء معروف ان الريزن بيسوي كحه ليش اسوي له؟ لا هذا كلام خطا. الادفيرس دراج رياكشن لازم يتسوى له ريبورتنج بجميع احواله. الاثار الجديده طبعا عشان احنا ما نعرفها عشان ننبه الاخرين لها نهتم فيها بزياده والريبورتنج، لكن الاثار المعروفه لازم نسوي لها، لانه مثلا معروف انه في اوروبا عدد الناس اللي يصير عندهم كحه من الليزينوبريل 6%، لكن عندنا احنا لان ما نسوي ريبورتنج ما حد داري. يمكن مع الريبورتنج توصل عدد الكحه اللي تصير بسبب او نسبه الكحه اللي تصير بسبب الليزينوبريل 80%، صار ضرر الدواء اكثر من نفعه، اذا خلص ينسحب من السوق. ما سمعتوا عن شيء اسمه سحب الدواء من السوق بسبب الادفيرس دراج رياكشن؟ بسبب الريبورتنج. لو if we don't report ما حد يدرى، فمو لازم الدواء زي ما اثر في الغرب ياثر فينا احنا، احنا لنا طريقه اخرى. That's why we have to report and report and report. بعدها نيجي نلوم هيئه الغذاء والدواء، ليش ما شالت هذا الدواء؟ ليش؟ طب ما حد ريبورتنج لها، ما تدري. هيئه الغذاء والدواء يدخل الدواء البلد تفحصه تلاقيه كويس، اول باتش ثاني باتش تلاقيه كويس، بعد كذا يصير الدواء ينزل في السوق تصير تاخذ عينات عشوائيه وتفحص تلاقيها كويسه. طبعا ما تقدر تحكم كل عينة، يعني ما تقدر تسحب كل عينات في السوق تفحصها، عشان كده لما يطلع في اي دواء اي كومبلين يو هاف تو ريبورت فور ذم عشان ياخذ الاجراء المناسب. بعد كده في الادفيرس دراج رياكشن فورم نكتب الاسم بروفيشنال ادريس عشان اذا اضطرينا نرجع مع الشخص اللي سوى اناليسز للبروجكت. هذا الفورم حقت هيئه الغذاء والدواء تقريبا نفس الفورم اللي هناك، فيها اسم المريض طبعا اختياري، الهيلث انستتيوشن لانه هي تجمع اكثر من هيلث انستتيوشن، ميديكال ريكورد، كل هذا اشياء اذا تبغى تحطها اختياريه. بعد كده دراج نيم الجينريك الوات ايفر، يعني مفيده جدا ادفيرس دراج رياكشن ريبورت عشان الهيئه تسحب الدواء تشيله تبدله. الادفيرس دراج رياكشن ريبورت المفروض انها تجمع كل 3 شهور تقدم لهيئه العلاج الدواء في المستشفى عشان يبدلوا على مستوى المستشفى الدواء اللي يأخذ. هذا النيرانجو سكيل بالتفصيل اللي كان موجود قبل شوي، انه هل are there previous conclusive reports yes no ولا I don't know، did the adverse event appear after the suspect drug stopped، هل بعد ما I stopped the adverse drug reaction بعد ما I stopped the medication due to its adverse drug reaction ورجعت ورجع الافكت وإلى آخره، وحسب المجموع مثل ما قلنا نعتبره definite ولا doubtful وإلى آخره حسب الكلام اللي هنا. هذا هو هنا اللي جي والدوكيومنتد هنا. اوكي okay.